بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السبت 5/2/2022 برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومعالي سعادة اللواء الوزير محمد بن السويس محافظ اسكندرية وفي إطار الدور المكتمل الذي تتبناه وزارة الأوقاف تجاه أبناء الوطن أريد أوقاف الإسكندرية تشرف اليوم باستقبال سيارة لحوم صكوك وطعام الطعام لهذا العام. زنت هذه الدفعة 3 أطنان لتوزيعها بمعرفة وبحضور معالي الوزير المحافظ وفق كشوف على الأسر الأولى بالرعاية، ذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. على جهد المبذول تجاه المحتاجين. طبعا احنا متعودين على الحاجات دي بتيجي في رمضان وبتيجي في عيد الاضحى المبارك، لكن الزياده دي حوالي 3000 كيلو 3 طن كلهم لحوم، واحنا رجعنا عليها حاجه رائعه. الافضل كمان ان احنا الحاجات دي كلها من ميزانيه وزاره الاوقاف، وده امر مهم جدا. وخليني اقول لكم ان الاسر الاولى بالرعايه عندنا في اسكندريه كتير جدا، وخاصه في الريف والمناطق المتاخمه للمحافظه. الحاجات دي هتتوزع فورا دلوقتي على طول على الاسر الاولى بالرعايه. وخليني برضه اقول ان احنا يعني عاوزين استمرار التبرعات دي من الجمعيات. بنكرر شكرنا مرة أخرى للسيد وزير الأوقاف وخالص تقديري. السلام عليكم. تم الحمد لله اليوم السبت 5 فبراير استلام الدفعة الأولى 1 طن من مشروع صكوك الإطعام. هذه المبادرة التي أطلقها معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة.